مساء الخير مشاهدينا الكرام في مصر والعالم العربي، نحييكم من قناة النيل للأخبار. حلقة جديدة من برنامج من القاهرة، نتناول بالرأي والتحليل أهم الموضوعات التي تشغل المصريين بالإضافة لأهم الأخبار والفعاليات. نبدأ أخبارنا الليلة بالقمة الثلاثية التي ستشهدها القاهرة صباح غد وخلال ساعات بين كل من الرئيس عبد الفتاح السيسي والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني ورئيس الوزراء العراقي عادل عبد المهدي. القمة تركز على تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري والاستثماري بين الأردن ومصر والعراق، خاصة أنه بغداد بتدرس حاليا تطوير مشروع خط النفط مع الأردن بشكل كامل، بحيث بيتم إيصال الخط إلى مصر بدلا من انتهائه في العقبة. القمة تتناول أيضا بحث آخر المستجدات اللي بتشهدها المنطقة. كان رئيس الوزراء العراقي قد التقى الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيث، الذي أكد أهمية هذه القمة، لاسيما وأنها تسبق القمة العربية اللي هتقام في تونس بإذن الله الشهر الجاي. نروح لأهلنا في الصعيد وبشرى سارة لأهالي الصعيد، لأنه في إطار اهتمام الدولة وعزمها تطوير الوجه القبلي، أصدر الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء قرار بتحديد النطاق الجغرافي لهيئة تنمية الصعيد، بحيث يشمل كافة محافظات الصعيد حتى الحدود المصرية السودانية، حيث تتولى الهيئة وضع وإعداد خطة للإسراع بالتنمية الشاملة للنطاق الجغرافي لعملها وتنفيذ هذه الخطة بالتنسيق مع وزارة التنمية المحلية. مشدد رئيس الوزراء أيضا على ضرورة الالتزام بعدة ضوابط ومعايير لوضع خطة هيئة تنمية الصعيد، منها على سبيل المثال أنها تتوافق مع استراتيجية التنمية المستدامة وفقا لرؤية مصر 2030. في إطار النجاحات الاقتصادية المتكررة للدولة المصرية، أكد الدكتور محمد معيطة وزير المالية أن الإصلاح الاقتصادي بيصنعه الشعب وليس المسؤول، وأشار إلى أن الاقتصاد المصري تمكن من نشر حالة من الانضباط، مما شجع المستثمرين على العودة من جديد للسوق المصرية وبكثافة أعلى عما سبق. وأوضح وزير المالية خلال مشاركته في افتتاح المؤتمر العلمي الذي تنظمه كلية التجارة جامعة عين شمس بعنوان عجز الموازنة الأسباب وطرق العلاج، أكد أنه المرحلة الحالية من برنامج الإصلاح الاقتصادي بترتكز على المضي قدما في الإصلاحات الهيكلية القائمة على استدامة معدلات النمو الاقتصادي والإبقاء على المسار النزولي لمعدلات عجز الموازنة والدين كنسبة إلى الناتج المحلي، بالإضافة للحفاظ على تحقيق فائض أولي للموازنة بما يخلق مساحة مالية لزيادة الإنفاق على تنمية رأس المال البشري. نروح لجهود الدولة لتطوير السكك الحديدية، والحقيقة وزير النقل المهندس كامل الوزير بيتفقد بصفة مستمرة محطة مصر لمتابعة انتظام الخدمة بها ومدى تنفيذ التوجيهات التي سبق ووجه بها خلال زياراته المختلفة المتعددة للمحطة. في هذه الزيارة الأخيرة طالب وزير النقل بالاستغلال الأمثل للمحلات المغلقة في المول التجاري لمحطة مصر، خاصة مع انتهاء كل ما يتعلق بالتصاريح الخاصة بهذه المحلات وأنها جاهزة للاستخدام التجاري الفوري. وطالب أيضا وزير النقل بإعداد وتنفيذ خطة تسويقية ودعائية فورية لاستغلال المحلات، وده في الهدف منه طبعا زيادة العوائد المادية للشركة لهيئة السكة الحديدية للاستفادة منها في تطوير منظومة السكك الحديدية. دور المرأة المصرية الكبيرة على مر العصور، الحقيقة هذا الدور بتؤكد عليه بصفة مستمرة الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة، اللي قالت أن التعديلات الدستورية المقترحة بتضمن للمرأة مزيد من العمل السياسي بواقع 25% من المقاعد البرلمانية. هذا التأكيد جه خلال مشاركتها اليوم في المؤتمر السنوي الدولي لكلية الأداب بجامعة عين شمس تحت عنوان القوى الناعمة وصناعة المستقبل. وقال
قالت الدكتورة مايا مرسي إن المرأة المصرية بتضرب أروع الأمثلة، فهي فنانة مبدعة، رياضية متفوقة، عالمة مبتكرة، مؤكدة أن المرأة المصرية قوة مصر الناعمة في الداخل والخارج وخط دفاع ثالث عن مصر، فهي سند لوطنها ولعيشها. نروح لأوروبا وتحديداً لبريطانيا اللي شهدت النهاردة مظاهرات كبيرة. الحقيقة كان في مسيرة من أكبر المسيرات في تاريخ البلاد اليوم، حوالي 1,000,000 شخص وفقاً لتقديراتهم طلبوا بإجراء استفتاء ثاني على خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بريكزيت. هذه المسيرة بتأتي بعد يومين فقط من قرار القادة الأوروبيين بالموافقة على إرجاء البريكزيت إلى 12 إبريل. الحقيقة في عريضة بتطالب بإجراء استفتاء ثاني على خروج بريطانيا. العريضة دي يعني تعدى عدد الموقعين عليها حوالي 4.5 مليون توقيع، ده رقم قياسي حقيقة غير مسبوق. في نفس الفترة الحقيقة تريزا مي رئيسة الوزراء بتعمل بصعوبة شديدة على جمع الدعم عشان اتفاقها الأخير بشأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي، المفروض أن هي هتعرضه على النواب للتصويت الأسبوع المقبل، وهي الحقيقة يعني عندها حالة قلق من وجود توافق كاف أو يعني عدد كاف من المصوتين على هذا الخط. بينضم إلينا الآن من العاصمة البريطانية لندن عبر سكايب الأستاذ طارق مصطفى الإعلامي المصري. أهلا بك يا أستاذ طارق. أستاذ خالد مصطفى، عفوا. أهلا بك يا أستاذ خالد، أهلا بحضرتك أستاذ خالد. الحقيقة مظاهرات اليوم بالفعل كانت مظاهرات كبيرة وحشدة، ويعني هل هذه المظاهرات بهذه القوة من شأنها أن تؤثر على يعني الوضع المستقبلي، خاصة أنه تريزا مي لمحت أنه من الممكن أنها ما تقدمش اتفاق الانسحاب على مجلس العموم الأسبوع المقبل لو لم تجد يعني توافق أو عدد كافي من الأصوات للتصويت على هذا المشروع؟ عشان أكون أمين في الإجابة مع حضرتك، لو القادة السياسيين أو المجموعة السياسية التي تدير شؤون البلاد في المملكة المتحدة قد أخذت قرارا فعليا بالخروج، أعتقد أن مليونية اليوم العريضة التي وقع عليها ما يقرب من 4.5 مليون لن تجدي. فإذا كان هناك قراراً نهائياً بالخروج من الاتحاد الأوروبي، فالحكومة سوف تمضي قدماً للخروج من الاتحاد الأوروبي. وتصريح تريزا ماي في الأمس بأنها لن تحاول التصويت مرة أخرى على نص القرار النهائي إلا إذا ضمنت بنسبة كبيرة عدم معارضة البرلمان، يدل على أن بريطانيا ماضية لا محالة إلى يوم 12 إبريل، وأمامها خيارين: الخيار الأول إما الخروج بدون اتفاق أو طلب استعمال آخر للمادة 50 من معاهدة الزونة وتمديد طويل الأجل. لكن الإشكالية السياسية هنا بتكمن أن تريزا ماي صرحت للصحفيين منذ ما يقرب من 72 ساعة بأنها سوف تمضي قدما في الخروج من الاتحاد الأوروبي بتمديد قصير المدى، وفي حال وجود تمديد طويل الأجل لن تكون تريزا ماي مشاركة في هذا التمديد ولو تبتعد عن رئاسة الوزراء. هذا ما أدعى صحيفة التايمز اليوم أنها نشرت خبرا بسيطا نفاه أحد مسؤولي مجلس الوزراء بأن هناك خطة حاليا تدرس في مجلس الوزراء كخطة انتقالية لاستقالة رئيس الوزراء، لكن أحد مسؤولي مجلس الوزراء صرح بأن رئيس الوزراء ليست لديها النية نهائيا للاستقالة. عملية الهبة أو القوة التي كانت في الشارع اليوم تعدت 1,300,000 مواطن سواء من المملكة المتحدة أو من دول الاتحاد الأوروبي، يعني يريدون ثلاثة أشياء. الشيء الأول يريدون إعادة الاستفتاء حتى يعطى للشعب الحرية الكاملة أو يأخذ الفرصة الكاملة في عملية الخروج أو البقاء، مثلما حصلت عليها تريزا ماي ومجلس الوزراء حصل على عشرات الفرص. فلماذا لم يحصل الشارع على فرصة أخرى لكي يعطي بجنونه إذا كان يبقى في الاتحاد أو يخرج؟ وهناك بعض الأصوات تنادي بأن يكون هناك بأن توافق الحكومة ومجلس العموم
على ان تبقى بريطانيا لايك زي النرويج، التجربه النرويجيه او التجربه الكنديه في تعاملها مع الاتحاد الاوروبي. لكن حتى هذه اللحظه طيب استاذ خالد، هل وارد انه الشعب ياخذ فرصه ثانيه كما يريد المتظاهرون؟ اعتقد ان البرلمان لن يعطي فرصه ثانيه، لان الفرصه الثانيه معناها استمرار اكبر للفوضى داخل الشارع والمجتمع البريطاني، وفتح جاب كبير جدا ومسافه طويله جدا ما بين بريطانيا والاتحاد الاوروبي. حتى هذه اللحظه الكل يتحدث، ولكن حتى هذه اللحظه الذي اتحدث معك زميلتي العزيزه إلهام، لا توجد الا خطه واحده هي الخطه التي حصلت عليها تريزا ماي في منتصف نوفمبر من العام الماضي. حتى حزب العمال لم يقدم خطه بديله، بل ما تحدث عنه في مجلس العموم ووسائل الاعلام جيرمي كوربن اكبر المعارضين للخطه وللحكومه، قال نريد ان نخرج من الاتحاد الاوروبي ولكن تبقى بريطانيا في الاتحاد الجمركي الموحد. وهذا ما يقوده عموم الشعب البريطاني، عموم الشعب البريطاني لا يريد ان يبقى تحت عماله الاتحاد الاوروبي. انا وصلت وجهه النظر، وانا بشكرك شكرا جزيلا استاذ خالد مصطفى على هذه المعلومات. استاذ خالد مصطفى كنت معنا عبر سكايب، وانت اعلامي مصري متواجد في العاصمه البريطانيه لندن، شكرا لك. ومن بريطانيا إلى فرنسا، الحقيقة برضو باريس شهدت اليوم تظاهرات جديدة للسترات الصفراء، صارت بهدوء عكس الأسبوع الماضي في باريس ومدن فرنسية عدة. نذكر أنه السبت النهاردة هو السبت 19 لهذه المظاهرات. تجنب المتظاهرين جادة الشانزليزيه التي منعوا رسميا فعلا من التوجه إليها وسط تدابير أمنية مشددة. النهاردة بلغ عدد المتظاهرين 8000 متظاهر، منهم 3100 متظاهر في باريس فقط، ودي بيانات وزارة الداخلية الفرنسية. في نفس الساعة يوم السبت الماضي كان عدد المتظاهرين إجمالا في فرنسا 14500، ولكن منهم 10000 في باريس. ولكن للأسف السبت الماضي شهد أعمال نهب وتخريب في شارع الشانزليزيه، ويعني طبعا لذلك منعت الحكومة الفرنسية تظاهرات في الأماكن الرمزية في فرنسا ضمن 15 مدينة أخرى، وطلبت الحكومة من الجيش حماية لبعض المواقع المهمة في فرنسا علشان عناصر الشرطة تتفرغ للحفاظ على النظام بعد ما توجه إليها الاتهام الأسبوع الماضي بتقصير في الحفاظ على أمن المنشآت والمحلات التجارية الكبيرة اللي تم نهبها وحرقها وكسرها في شارع الشانزليزيه. نرجع تاني لأخبارنا المحلية، وفي إطار جهود المحافظين لإنشاء مجتمعات سكنية أعلن محافظ جنوب سيناء خالد فودة عن إقامة مجتمع عمراني متكامل بمنطقة أرويسات بمدينة شرم الشيخ، وده بيأتي ضمن التأكيد على توجيهات الرئاسة لخلق مجتمعات عمرانية جديدة. وأضاف أن المجتمع العمراني الجديد هيضم وحدات سكنية ومنازل بدوية وخدمات متكاملة. وأوضح فودة أن المحافظة هتستقبل لجنة عليا برئاسة رئيس الهيئة العليا للتخطيط العمراني في أوائل شهر إبريل للتخطيط الاستراتيجي لمدينة شرم الشيخ ومنطقة الرويسات ومراجعة كافة المخططات للمنطقة. وأضاف أنه ده هيتم يعني الأخذ في الاعتبار أثناء التخطيط آراء الناس ومتطلبات أهالي المنطقة، لأنه مشروع في الأول وفي الآخر مشروع خدمي لأهالي مدينة شرم الشيخ. في إطار تطوير المناهج التعليمية للأزهر الشريف، ترأس فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف اليوم اجتماع مجلس جامعة الأزهر، وشدد على أهمية تطوير المناهج الدراسية بشكل دائم والجمع بين التراث والمعاصرة، مع ضرورة الاهتمام بتطبيق معايير جودة التعليم باعتبارها أحد المداخل الفعالة لإصلاح التعليم وتحديثه. وهنأ فضيلة الإمام الأكبر مجلس الجامعة على افتتاح مقر الإقليمي للاتحاد الجامعات الإفريقية لشمال إفريقيا بجامعة الأزهر، ونجاح الأولمبياد أيضا الأولمبياد الرياضي الأول لاتحاد الجامعات الإفريقية اللي نظمته الجامعة الأسبوع الماضي، واعتبر أن ده حدث مهم وإنجاز مهم ومتميز لجامعة الأزهر.
نجحت الأجهزة الأمنية خلال أسبوع في ضبط أكثر من 1300 قطعة سلاح ناري متنوعة، بالإضافة لتنفيذ أكثر من 500,000 حكم قضائي. مش عارف الرقم كبير شوية، يمكن يعني أحب أتأكد من الرقم، أنه في النهاية تم تنفيذ هذه الأحكام القضائية، وتم ضبط أكثر من 67,000 قضية سرقة تيار كهربائي، حيث بلغت قيمة المبالغ المحصلة لخزينة الدولة أكثر من 46 مليون جنيه. نتابع التفاصيل في سياق التقرير التالي، وأكيد المعلومات والأرقام حتكون أدق. مع انطلاق المأموريات والحملات مستهدفة مواجهة أعمال البلطجة وضبط الخارجين على القانون وحائز الأسلحة النارية، تتوالى النتائج الإيجابية. فعلى مدى أسبوع استهدفت الأجهزة الأمنية 72 بؤرة إجرامية ضبطت فيها 668 متهما، بينما استطاعت ضبط 1316 قطعة سلاح ناري متنوع على صعيد ضبط الأسلحة النارية غير المرخصة وثلاث ورش لتصنيعها. ونفذت خلال ذات المدة 511,595 حكما قضائيا متنوعا، من بينها 269,213 حكم غرامة. وتم ضبط 15 تشكيلا عصابيا قاموا بارتكاب 73 حادثة سرقة متنوع، كما تم كشف غموض 55 حادثا متنوعا وضبط مرتكبيها وإعادة 15 سيارة مبلغ بسرقتها، بينما أمنت الأجهزة الأمنية تنفيذ إزالة 241 حالة تعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة ونهر النيل. وفي مجال ضبط المخالفات المرورية، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط أكثر من 250,000 مخالفة مرورية متنوعة. وعلى صعيد مكافحة المخدرات وضبط تجارها وحائزيها، خلال أسبوع تم ضبط 1167 قاضية اتجار في المواد المخدرة، خلالها تم ضبط 1278 متهما بحوزتهم كميات متباينة من مواد مخدرة متنوعة مثل البانجو والحشيش والأفيون والهيروين وأقراص مخدرة. ومع التصدي الحاسم لمافيا السلع الفاسدة والمتلاعبين بالدعم، تم ضبط 6377 قاضية تلاعب بدعم المواد البترولية المتنوعة وبيع سلع تموينية مدعمة بالسوق السوداء، إضافة إلى سلع غذائية غير صالحة للاستهلاك الآدمي. وعلى مدى أسبوع استطاعت الأجهزة الأمنية ضبط 67,304 قضايا سرقة تيار كهربي ومخالفة لشروط التعاقد، بلغت قيمة المبالغ المحصلة منها أكثر من 46 مليون جنيه لصالح خزانة الدولة، كما تم توريد نحو 5 ملايين جنيه لصالح خزانة الدولة، تمثل متحصلات ضبط 1153 قضية تهرب ضريبي وجمركي تم ضبطها خلال أسبوع، بينما تم ضبط 6 قضايا اتجار غير مشروع في النقد الأجنبي واختلاس مال عام وغسل أموال وكسب غير مشروع بقيمة بلغت نحو 25 مليون جنيه و85 ألف دولار أمريكي، في إطار التصدي لجرائم الفساد والإضرار بالمال العام والاقتصاد الوطني. وفي مجال عمل شرطة النقل والمواصلات، تم ضبط 3036 قضية متنوعة إضافة إلى 4 تشكيلات عصابية، كما تم ضبط 375 قاضية في مجال حماية المصنفات وحقوق الملكية الفكرية. واستطاعت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات ضبط 3580 قاضية حماية بيئة وثروة سمكية ونهر النيل ومنافع الري والصرف وثروة زراعية وملاحة داخلية، فضلا عن تأمين 920 لنشا وباخرة سياحية. وفي مجال أمن الموانئ، تم ضبط 728 قضية متنوعة. وعن ذات الفترة، نجحت الأجهزة الأمنية في ضبط 2887 قضية ومخالفة في مجال الحفر والتنقيب عن الآثار وحياز القطع أثرية. ونروح لأخبار السياحة اللي شهدت في مصر تقدم ملحوظة في الفترة الأخيرة، وبتستضيف مصر غدا الأحد ولمدة يومين للعام الثاني على التوالي اجتماع اللجنة الإقليمية للشرق الأوسط التابعة لمنظمة السياحة العالمية في دورته 45. على جانب آخر، أكدت وزيرة السياحة رانيا المشاط أن القطاع السياحي المصري حقق طفرة كبيرة، إذ سجل نموا العام الماضي بلغ 16.5%، متجاوز بذلك المتوسط العالمي اللي بيبلغ 3.9%. وأوضحت الوزيرة على صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أنه وفقا للتقرير الصادر عن المجلس الدولي للسياحة والسفر، مصر بتعد من البلاد الأسرع نموا بمن
منطقة شمال إفريقيا. وأشارت الوزيرة إلى أنه الهدف الأساسي للوزارة الآن بتمثل فيه أنه يعمل فرد واحد على الأقل من كل أسرة مصرية في قطاع السياحة. مزيد من التفاصيل معنا على الهاتف الأستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين. مساء الخير يا أستاذ باسم. مساء الخير يا فندم. الله يخليك. عايز أعرف من حضرتك يعني كواحد من العاملين في السياحة وأنت أيضا نقيب السياحيين، هل يعني الإجراءات اللي بنشوفها على أرض الواقع من تطوير لمواقع كثيرة سياحية واهتمام بالترويج للسياحة المصرية في الخارج كيف تؤثر عليكم على عملكم كسياحيين وتؤثر على جذب مزيد من السياح لمصر وهل من مزيد تنتظرون؟ هو الحقيقة طبعا مصر بتشهد تطور كبير جدا في القطاع السياحي وإعادة ترتيب البيت السياحي من أول وجديد. عندنا في المناطق الأثرية والسياحية بيعاد تنظيمها، وعندنا طبعا في منطقة الأهرامات وعندنا المتحف المصري الكبير والتحضير لافتتاحه، عندنا كمان مسار سفنكس اللي بدأ يدخل خدمة إلى جانب مسار القاهرة الدولي. الحقيقة المؤتمرات اللي عقدتها في قيادة سياسية في مدينة شرم الشيخ ومدينة أسوان، الحراك الذي تحدثه معالي وزيرة السياحة من اشتراك مصر في المعارض السياحية الدولية، فضلا عن الاستقرار الأمني والسياسي لمصر والتنمية الاقتصادية التي لم تشهدها مصر من قبل، كل ده بيجمع في الآخر في زيادة النسب السياحية اللي بتيجي لمصر. ويمكن عام 2018 شهد طفرة سياحية كثيرة من مختلف الأسواق السياحية في العالم، فيعني إن شاء الله أعتقد أنه السياحة ستكون وستظل هي قاطرة التنمية لمصر، خاصة وأنها بتوفر العملة الصعبة. طب جزيل الشكر لك الأستاذ باسم حلقة نقيب السياحيين في مصر. وبكده انتهت جولتنا الإخبارية في حلقتنا النهاردة، ونبدأ الآن وقفتنا الحوارية. إن شاء الله عندنا وقفتين حواريتين في حلقة اليوم، الأولى في ذكرى تحرير طابة مصر بين رؤية المفاوض وتحقيق السلام، هيكون ضيفنا إن شاء الله اللواء دكتور نبيل صادق وكيل المخابرات العامة سابقا وعضو لجنة عضو وفد التفاوض عن طابة، ومعنا أيضا الدكتورة فاتن عوض الباحثة في التاريخ الحديث. الفقرة الحوارية الثانية هتكون عن مجلس المحافظين اللي أقر خطط لتسريع تقنين أراضي الدولة وتطوير المحليات، وحيكون معنا فيها الأستاذ جمال حسين رئيس تحرير جريدة الأخبار المسائية. بعد قليل نلتقي وأولى فقرتنا الحوارية بإذن الله بعد الفصل.